يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد في بعض المساجد لافتة كبيرة مكتوب فيها صلاة الفجر يا عباد الله، فهل يجوز تعليق مثل هذه وهل لها بصلاة الفجر خاصية دون الصلوات؟ لا يجوز تعليق شيء في المساجد، لا يجوز تعليق شيء، لا أدعية، لا حث على الصلاة، لا بيان مواقيت الصلاة، كل هذا ما يجوز، هذا عبث. المساجد تصان عن هذه الأمور، لكن هؤلاء استساغوا هذا وصاروا يتباهون به ولا وجدوا من يمنعهم، وهذا لا يجوز أبدا. مساجد تجرد ولا يكتب فيها ولا يوضع فيها معلقات ولا شيء مما يشغل المصلين، ليست المساجد متاحف يعلق فيها هذا وهذا، هي متاحف ولا هي مكاتب، مساجد للعبادة تجرد من كل ما يشغل المصلين. نعم.